الفرق كتير كبير بين الحي الشعبي والحي العشوائي، ولما منحكي عن حي السيدة زينب منحكي عن واحد من أعرق وأجمل أحياء القاهرة الشعبية. تفضلوا معنا. مش كل الشوارع مجرد بيوت وطرق والسلام، في شوارع أكتر من كده بكتير، شوارع بتعبر عن ذكرى لكل اللي عدى عليها. وفي مدينة زي القاهرة مليانة بالأحياء القديمة، ما نقدرش ننسى حي السيدة زينب، الحي الشعبي اللي حواليه أكتر من 40 أثر إسلامي وقبطي، غير طبيعة المكان الروحانية المرتبطة بمسجد السيدة زينب اللي المنطقة تسمت على اسمه. سلي عمري كله 60 سنة في نفس المكان، من أجمل أحياء مصر. يكفي إن أنت مثلا في أي وقت ممكن تنزل تلاقي طلبك اللي أنت عايزه. بعدين كده وكده المنطقة كلها بتعم عليها روحانيات مقام السيدة زينب. فيها حاجة، فيها نور، فيها أهلها ناس كل حلوين قوي، ولاد بلد بيطلعوا صواب للناس وبيطلعوا ذكى للناس وبيعملوا الناس بما يرضي ربنا، وده مكان طاهر حلو. شعبها كمان حلو، ناسها حلو، محلات الصلاة على النبي فيها كل حاجة، أي حاجة تخطر على بالك تلاقيها، يعني 24 ساعة امشي فيها في أمان. يعني وأنا ماشي كده واحد قاعد على كرسي تعالي استريح الحاج، يبقى فيه بركة. كل ما الواحد يبقى متضايق نفسيا كده بيخش فيها يقعد فيها شوية بيستريح نفسيا. سكنت بره بعيد شويه، ببقى في حنين ان انا اجي المنطقه واجي الحي، ويكفي برضو اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين. وطالما هنتكلم عن السيده زينب يبقى ما نقدرش ننسى الاكل. السيده زينب يعني بحه وطاجن العكاوي اللي ما تعرفش تاكله من عند حد غيره. السيده من طقيتنا وشعبيه وبقالها سنين من ايام جدودي، فعشان كده السيده مشهوره بالاكل والحلويات والكلام دوت، عشان منطقة قديمة وكل بيجي من برا عشان ياكل الأكل الفسة والطحال والسجق ولحمة راس وقوارع، عشان أصلا المذبح هنا مصر، وإحنا أصلا من المذبح وشغلتنا من زمان، والناس بتحب الأكلة الشعبية والكلام دوت وبتدسوا هنا لما بيجوا. يعني وكمان ما نقدرش ننسى صوبيا الرحماني، ويا سلام بقى لو كانت مزة. السيدة زينب أم الدنيا، ولما جاش السيدة بقى ما دخلش مصر. مرتبطة بالأكل ليه؟ عشان حضرتك مكان شعبي ووسط البلد ومتناول الجميع، وخصوصا صوبيا الرحماني. وليه الرحماني هو أصل صوبيا؟ عشان أول من أنتج أول منتج طبيعي عبارة عن رز ولبن وسكر وقشطة وفانيليا. عاملين ثلاث أصناف، نوع مزز ونوع حلو، ونوع حلو بصراحة جوز الهند والقشطة، ونوع ثالث حضرتك اسمه الآيس كريم. عشان كده الرحماني مشهور من سنة 1920. لو بتدور على التاريخ هتلاقيه هنا، ولو بتدور على الراحة النفسية هتلاقيها برضو هنا، ولو بتدور على أحلى أكل شعبي في الدنيا فمش هتلاقيه موجود غير برضو هنا، حي السيدة زينب.